دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم الشباب المحتجين في بعض من مناطق الوطن إلى التعقل وعدم الانصياع لبعض الدعوات التي تكتسي شعارات جذابة لكن يراد منها تحطيم البلاد، مؤكدا أن هذه دعوات هي طريق يستغله أعداء الجزائر لزرع الفتنة والبلابل كما قال. التفاصيل مع محمد سعدوي. لكن علينا أن لا ننصاع للدعوات الهدامة، لأن هناك اتجاهات تتخذ الحق في شكل باطل وتتسلل إلى المطالب بأساليب عقيمة، وهذا هو الذي نخشاه ونخاف منه. وكنا دائما في كتاباتنا وفي كل نقول بأن الحرب أولها كلام، وأن التأزم يبدأ بهذه الشعارات المزيفة ثم بعد ذلك يتسلل إلى واقع الأمة. لذلك ندعو الشعب أولا والشباب بصفة خاصة إلى أن يعوا ما هم قادمون عليه.